مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج المسابقات حكاية. آلية المشاركة بسيطة كتير، وكل اللي عليكم تعملوه إنكم تبعتوا رسالة نصية فيها الرقم 5 على الأرقام اللي عم تظهر قدامكم على الشاشة، وكل ما بعدتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم بالمشاركة. وتذكروا بأنه هالسنة غير، وبدل الجائزة في نهاية الشهر الفضيل في عنا جائزتين. الجائزة الأولى سيارة MG RX 5 2022، مقدمة من وكلاء شركة MG في الأردن، الشركة المعاصرة لتزويد المعدات. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن عرس كامل بغطي كافة التكاليف اللي بيحتاجها العروس والعريس بعرسهم، مقدمة من قاعة جبري، بالإضافة لمبالغ نقدية بألاف الدنانير وهدايا عديدة بانتظاركم يوميا، مقدمة من مجموعة مميزة من الشركات. وهلا صار وقت ان نبدا المسابقه مع المتصله الاولى بحلقه اليوم. سلام، هلا ومساء الخير، رمضان كريم. سلام، اهلا وسهلا فيكي، وكل سنه وانتي سالمه. خلينا يا سلام، اهلا وسهلا فيك، خلينا نشوف دولاب حكايه شو رح يختار لك لحتى تلعبي معنا اليوم. واختار لك لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة، واليوم ياسمينة موجودة في جمهورية السودان الحبيبة وتحديداً بمدينة سواكن. مدينة سواكن بتضم منطقة أثرية تاريخية وكانت زمان ميناء السودان الرئيسي. هي انبنت هاي المدينة القديمة فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها الآن لأثار وأطلال. عم نشوف ياسمينة حالياً موجودة بهاي الصورة بوحدة من البيوت القديمة جداً والمطلة على البحر الأحمر. إذاً بهاي الصورة يا سلام موجود في 50 قطعة متحركة، وكل اللي عليك تعملي انك تسمي هدول القطع وتحددي لي مكانهم. تمام؟ تمام. اوكي يا سلام، يلا هي بلش وقتك 45 ثانية، تفضلي. معلقة. ايش سلام؟ تحاولي تعلي صوتك. الشنطة المعلقة. الشنطة المعلقة، وين الشنطة المعلقة؟ هاي اخترنا لك اياها، حاولي تكوني اسرع، هاي 50 دينار غيرهم. الريش اللي على اليمين. الريشة. الريشه اللي على اليمين، هاي مش ريشه بس رح نختار لك اياها، هي مكنسه. غيرها. غيرها. السجاده على الارض. السجاده اللي على الارض، هاي اخترنا لك اياها، صندوق من الهدايا، برافو. المطره اللي على الشمال. المطره اللي على الشمال، هاي اخترنا لك اياها، وصندوق ثالث من الهدايا، برافو. الطابه على الارض. الطابه اللي على الارض، هاي اخترناها، وصندوق رابع من الهدايا، برافو. يا سلام. الهلال انتهى الوقت، ولكن ألف مبروك، خلال 45 ثانية قدرتي أنك تربحي معنا مجموعة من الجوائز، وهم عبارة عن 50 دينار بالإضافة لأربع صناديق من الهدايا. ألف مبروك لإلك، خلينا نشوف هدول الصناديق شو مخبيين لك. الجائزة الأولى اللي ربحتيها معنا وهي جائزة مميزة بقيمة 150 دينار، مقدمة من مكان مميز جيكوب لامبز بيوتي هاوس، ألف مبروك لإلك. الجائزة الثانية هي عبارة عن دعوة لشخصين بقيمة 100 دينار من فندق لرويال عمان في المطعم الآسيوي أو في مطعم تشسترز. أما الجائزة الثالثة فهي عبارة عن باكج فحوصات بقيمة 150 دينار شاملة ومقدمة من مختبرات ون لاب الطبية، مختبرات من أدق وأحدث المختبرات على مستوى المملكة. وآخر صندوق من الهدايا مخبي لك جائزة مقدمة من ليتر ستر، خيارك الأول لكل ما يتعلق في المنزل. ألف مبروك لإلك كل الجوائز. مكملين معكم ومع يزيد اتصال جديد. هلو، مساء الخير يا يزيد. مساء النور. أهلا وسهلا فيك، من وين عم تحكي معنا؟ من إربد. من إربد، أهلا وسهلا. خلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك لحتى تلعب معنا لا اليوم. يلا. طلعت لعبة البطاقات المتطابقة، واضحة آلية اللعبة؟ طيب تمام، 45 ثانية بلشوا هلا، تفضل. 12 زائد 5. ال 12 والخمسة، وهي صندوق من الهدايا، برافو. 14 و8. و8 غير متطابقات للأسف، غيره. 40 و20. هاي الأربعين وهاي العشرين، وخمسين دينار، برافو. شو كمان بتختار؟ 30 و10. الثلاثين والعشرة، قنبلة للأسف خسرتك الخمسين دينار، غيره. 20 و14. 25 و14. غير متطابقات، ولكن في 500. 16 و27. صندوق ثاني من الهدايا، ضايل معك خمس ثواني. 1 و3.
الواحد والثلاثة إن شاء الله نلحق، ما أخذنا للأسف يعني، ولكن أكيد ألف مبروك اللي ربحتهم معنا. ربحت معنا صندوقين من الهدايا، خلينا نشوف هدول الصناديق شو مخبيين لك. الجائزة الأولى ألف مبروك، ربحت جائزة مقدمة من مجوهرات الزابي بقيمة 150 دينار، عبارة عن حلق وخاتم ذهب، وطبعا هم موجودين في 8 فروع في شمال المملكة الأردنية الهاشمية. أما صندوق الهدايا الثاني فمخبي لك قسيمة بقيمة 250 دينار مقدمة من كلينيكا جويل عمان. ألف مبروك لك كل الجوائز. معنا اتصال جديد. هلو، مساء الخير يا محمود، رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك وإنت بألف خير يا رب. خلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك تلعب معنا يا محمود، واختار لك أيضا لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة. واضحة آلية اللعبة؟ نعم نعم. يلا يا محمود، 45 ثانية وحدد لي مكانهم بالضبط، تفضل. المسبح اللي على الجدار هاي، المسبح اللي على الجدار هاي اخترناها. صندوق طيب من الهدايا الطاقية. صندوق ثاني، برافو. الطاقية اخترناها، غيره. الطائرة الورقية، الطائرة الورقية هاي اخترناها. صندوق ثالث من الهدايا، الجرة الخضراء المكتوب عليها علامة الدولار هاي. حصال اخترنا لك اياها. أربع صناديق من الهدايا، برافو. الجرة اللي على أقصى الشمال، الجرة هاي اخترنا لك اياها. قنبلة للأسف خسرتك صندوق، غيره. مشكلة. الكيس اللي على الدرج فوق، الكيس اللي على الدرج فوق هاي اخترنا لك اياه. صندوق رابع من الهدايا، الهلال المعلق اللي جنب الكيس، الهلال ان شاء الله نلحق ناخده. واخذناه. وخمس صناديق من الهدايا، ألف مبروك لإلك كل الجوائز اللي ربحتها معنا. ولكن قبل ما نعرف هدول الصناديق شو مخبين لك، الإعداد عم بطرح عليك صفقة، بعرض عليك هاي الصفقة. بتحب تبدل صندوقين من الهدايا ب 100 دينار؟ بتبدل. اذا اوكي، انت معك خمس صناديق من الهدايا ورح تبدل صندوقين ب 100 دينار مقدمين من شركه مدفوعاتكم المشغله الرسمي لنظام اي فواتيركم. ولكن بضل في عندك ثلاث صناديق من الهدايا، خلينا نشوف شو مخبيين لك هدول الصناديق. الجائزه الاولى ربحتها معنا باكيج فحوصات بقيمه 150 دينار شامل مقدم من مختبرات ون لاب الطبيه، مختبرات من ادق واحدث المختبرات على مستوى المملكه. اما الجائزه الثانيه في صندوق الهدايا الثاني فالف مبروك، ربحت معنا قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار مقدمة من كشمير كوزماتيكس ليزيد جمالك جمالا، هذا هو دائما شعارهم. أما جائزتك الأخيرة في صناديق الهدايا 3000 مبروك، ربحت معنا تذكرة سفر مجانية ومقدمة من الناقل الوطني الملكية الأردنية لوجهات محددة دبي لاركا وأثينا. ألف مبروك لك كل الجوائز. ولكل متابعينا ابعتوا هلا رسائل، ممكن تكونوا أنتم المتسابقين الجدد. ولا رح نطلع لفاصل وبعده بنكمل بمسابقة حكاية. رجعنا ومكملين معكم ومع اتصالاتكم في مسابقة حكاية، ومعنا اتصال جديد من إبراهيم. هلو، مساء الخير، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. خلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك وشو رح تلعب معنا اليوم يا إبراهيم، واختار لك لعبة البطاقات المتطابقة. واضحة آلية اللعب إبراهيم؟ واضح. طيب تمام، 45 ثانية بلشوا هلا، تفضل. 7 و17. السبعة وال17 غير متطابقات، غيره. 24 18. ال24 وال18 صندوق من الهدايا، برافو إبراهيم. 10 و13. ال10 وال13 وصندوق ثاني من الهدايا. 34 و3. 34 و3 صندوق رابع ثالث عفوا من الهدايا، غيره. 37 و38. 37 و38 غير متطابقات للأسف. 40 و25. 40 و25 صندوق رابع من الهدايا، برافو. 21 و1. 21 و1 قنبلة للأسف خسرتك صندوق، غيره. 20 و11. انتهى وقتك يا إبراهيم، ولكن ألف مبروك، خلال 45 ثانية قدرت أنك تربح معانا ثلاث صناديق من الهدايا. خلينا نشوف هدول الصناديق شو مخبيين لك. الجائزة الأولى اللي ربحتها معانا نحكي لك ألف مبروك، قسيمة شرائية بقيمة 150 دينار مقدمة من مؤسسة ربوع الأردن وكلاء منتجات بوش الألمانية. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن نظارة شمسية مقدمة من أوبتيكوس الشامي
بقيمة 150 دينار الحل الأمثل لرؤية أوضح. أما جائزتك الثالثة والأخيرة في صناديق الهدايا فألف مبروك، ربحت معنا تذكرة سفر مجانية مقدمة من الناقل الوطنية الملكية الأردنية لوجهات محددة دبي، لارنكا وأثينا، والإعداد أكيد رح يحدد لك إياها. ألف مبروك لك كل الجوائز، وبدنا ننتقل لمتسابق جديد. محمد هلا ومساء الخير. مساء النور يا هلا. اهلا وسهلا، كل سنه وانت سالم. وانت سالم يا رب، الله يسعدك. يسعدك يا رب. خلينا نشوف شو رح يختار لك دولاب حكايه لحتى تلعب معنا لليوم. تمام. واختار لك لعبه البطاقات المتطابقه، واضحه اليه اللعبه؟ تمام واضح. تمام، يلا 45 ثانيه بلشوا هلا، تفضل. 7 و18. ال 7 وال 18، هاي صندوق من الهدايا، برافو. 12 و22. ال 12 وال 22 صندوق ثاني من الهدايا. 14 و30. هاي ال 14 وهي اخترنا لك ال 30، صندوق ثالث من الهدايا، برافو. 10 و18. ال 10 و 18 اخترناها غيره. عفوا 9 و38. اخترنا، صرنا 10، شو بدك مع ال 10؟ حاول اسرع. 37. ال 37 غير متطابقات، غيره. 32 و36. 32 و36 غير متطابقات، ولكن في 500. الأربعة والستاعش صندوق من الهدايا، غيره. 5 و39. انتهى وقتك، ولكن ألف مبروك، ربحت معنا 4 صناديق من الهدايا. ألف مبروك لك. متحمس تشوف شو مخبيين لك هدول الصناديق؟ أكيد. يلا خلينا نشوف شو الصناديق مخبيين لك معانا. الجائزة الأولى، ألف مبروك، ربحت جائزة بقيمة 150 دينار مقدمة من مكان مميز جيكوب لامبز بيوتي هاوس، ألف مبروك لإلك. أما الجائزة الثانية فهي جائزة مقدمة من مجوهرات الزابي بقيمة 150 دينار، عبارة عن حلق وخاتم ذهب، وطبعا هم موجودين بثمان فروع في شمال المملكة الأردنية الهاشمية. أما جائزتك الثالثة فهي عبارة عن جائزة مقدمة من ليدرز سنتر، خيارك الأول لكل ما يتعلق في المنزل. وجائزتك الأخيرة، ألف مبروك عليها، ربحت قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار مقدمة من كشمير كوزماتيكس، وشعارهم دائما ليزيد جمالك جمالا، ألف مبروك لك كل الجوائز. معنا اتصال ثاني وكمان بن محمد، هلو مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور يا هلا. أهلا وسهلا فيك يا محمد، يلا متحمس تجمع العديد من الجوائز؟ إن شاء الله. يلا إن شاء الله، خلينا نشوف دولاب حكاية شو رح يختار لك تلعب معنا لا اليوم. اختار لك لعبة القطع المتحركة مع ياسمينة، واضحة آلية اللعبة؟ تمام. طيب يلا يا محمد، 45 ثانية وحدد لي القطع وين موجودين، تفضل. اللؤلؤ على الأرض. اللؤلؤ اللي على الأرض، هاي اخترناها، صندوق من الهدايا، برافو. المرساة اللي على الطاولة. هاي اخترنا المرساة، صندوق ثاني من الهدايا. الحبل. الحبل، هاي اخترنا لك الحبل، وهاي صندوق ثالث من الهدايا، برافو. ساعة الرمل. ساعة الرمل، هاي اخترنا لك اياها، صندوق رابع من الهدايا، برافو. السكين اللي على الشباك. السكين اللي على الشباك، هاي اخترناها، وصندوق خامس، برافو. ضايل معك السلم، ضايل معك 9 ثواني. الخفاش. الخفاش، هاي اخترنا لك الخفاش، وستجمع معنا 7 صناديق من الهدايا، ألف مبروك لك خلال 45 ثانية قدرت إنك تجمع هدول الصناديق، انتهى وقتك، ولكن ألف مبروك قدرت إنك تجمع معنا 7 صناديق من الهدايا. عم تسمعني منيح صحيح؟ تمام. طيب عم بعرض عليك الإعداد صفقة إنك تبدل صندوقين من الهدايا بمئة دينار، بتحب تبدلهم ولا بدك تأخذ 7 صناديق؟ لا اوكي تمام. اوكي، معناته بتبدل 7 صندوقين من الهدايا بمئة دينار كاش، ورح يكونوا مقدمين من زمزم لصرف القيمه الحقيقيه لنقودك، بضل في عندك 5 صناديق من الهدايا. خلينا نشوف شو محضرين لك وشو مخبيين لك هدول الصناديق. الجائزه الاولى، الف مبروك، ربحت معنا قسيمه بقيمه 250 دينار مقدمه من كلينيكا جويل عمان، الف مبروك. اما الجائزه الثانيه فهي عباره عن دعوه لشخصين بقيمه 100 دينار مقدمه من فندق للرويال عمان في المطعم الآسيوي أو في مطعم تشسترز. أما الجائزة الثالثة فهي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 150 دينار مقدمة من مؤسسة ربوع الأردن، وكلاء منتجات بوش الألمانية. وأيضا ربحت معنا جائزة هي عبارة عن نظارة شمسية مقدمة من أوبتيكوس الشامي بقيمة 150 دينار الحل الأمثل لرؤية أوضح. أما جائزتك الأخيرة فألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من ليدرز سنتر، خيارك الأول لكل ما يتعلق في المنزل، ألف مبروك لك كل الجوائز اللي ربحتها معنا لا اليوم.
اليوم. ولكل متابعينا ابعثوا هلا رسائل ممكن تكونوا انتم المتسابقين الجدد في الحلقات القادمه. وبنذكركم بانه في نهايه الشهر الفضيل في عندنا جائزتين، الجائزه الاولى سياره ام جي ار اكس 5 2022 مقدمه من وكلاء شركه ام جي في الاردن الشركه المعاصره لتزويد المعدات. أما الجائزة الثانية فهي عبارة عن عرس كامل مقدم من مطاعم جبري. وهيك بتكون حلقة اليوم وصلت لنهايتها، وهلأ رح أترككم مع حلقة جديدة من مسلسل فاتن أمل حربي. ركزوا منيح بالسؤال اللي رح يظهر على الشاشة وجاوبوا عبر تطبيق رؤية ليكون عندكم فرصة الفوز بجائزة السؤال. وهلأ بدي أتمنى لكم سهرة سعيدة مع شاشة رؤية، ودايما لمتنا غير.